بسم الله الرحمن الرحيم. Unit 4, Exercise 7, Part 1. Number 1. هل حفظت سورة ياسين؟ 2. أما حفظت سورة ياسين؟ 3. متى حفظت سورة ياسين؟ 4. كيف حفظت سورة ياسين؟ 5. كيف تحفظ سورة ياسين؟ 6. لماذا ما حفظت سورة ياسين؟ 7. لماذا لا تحفظ سورة ياسين؟ 8. من حفظ سورة ياسين؟ 9. كم سورة حفظت؟ 10. كم سورة تحفظ؟ 11. ماذا حفظت؟ 12. ماذا تحفظ؟